وسهلا بكم مجددا في قناة الجيش السوري الحر. معنا الآن اتصال من الأخ أبو محمد الحمصي، الناشط الإعلامي والميداني في أرض الميدان. السلام عليكم أخي أبو محمد. السلام عليكم أخواني. أهلا وسهلا بك أخي أبو محمد، حدثنا عن آخر التطورات والأوضاع اليوم في مدينة حمص. نعم، يعني بعد 4 شهور ونص تقريبا من الحصار على حمص، لا زالت كتائب الأسد تقصف حمص وريفها، وذلك بكافة يعني أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران، حيث وصل عدد شهداء حمص اليوم إلى 5 شهداء، نذكر منهم نهاد دالاتي والطفلة نهاد المصري والطفل ثائر المصري والطفل عبد الرزاق المصري، وشهيد طفل أيضا لم يتم التعرف عليه بعد. وتشهد حمص يعني الآن وخاصة أحياء الخالدية والحميدية وحمص القديمة قصف بالدبابات، لكن بوتيرة أخف عن يوم أمس يعني. وأيضا شهد حيدر بعلبة صباح اليوم قصف بالدبابات وسقوط عدة قذائف يعني في المنطقة الشمالية للحي، وكان يشارك في هذا القصف حاجز البتروكيمياء، وذلك بإطلاق يعني نيرانه العشوائية على يعني من يتواجد ضمن الحي. وأيضا يعني يشهد حي جورة الشياح قصف عنيف، وذلك من قبل يعني الدبابات الحربية الموجودة على أطراف الحي. والآن يعني عدة سيارات ومصفحات يعني تابعة لكتائب الأسد تحاول الدخول إلى حي الوعر القديم، وتطلق يعني النار عشوائيا، يعني تطلق النار وتغادر، والجيش الحر هناك يعني حاول التصدي لهم، والحمد لله يعني صدهم. يعني هناك أطفال موجودين الآن هم يخرجون من المدارس، وكتائب الأسد يعني تحاول إطلاق النار وإرعاب هؤلاء الأطفال. وبعد أن يعني انتهوا من الوعر القديمة توجهوا إلى حمص إلى الوعر الجديدة، وبدأوا أيضا بإطلاق النار العشوائي. يعني الجيش الأسدي يحاول الدخول إلى حمص القديمة، والحمد لله يعني الجيش الحر تصدى لهم في حمص القديمة. في حي جوبر يعني منذ قليل يعني تواصل القصف على هذه المنطقة، وسقطت عدة قذائف في منطقة جوبر. يعني القذائف التي كانت تطلق على جوبر يعني بعض منها وصل إلى منطقة السلطانية يعني القريبة من منطقة جوبر. والآن يعني ورد لنا يعني يوجد العديد من الجرحى، لكن شهداء إلى الآن لم يتم التأكد يعني من وجود شهداء في منطقة جوبر. أيضا جرى قصف عنيف على قرية يعني الفايزية، يعني هذه المنطقة تابعة لتل الشور، أيضا من حي جوبر. يعني هاتين الفائزية وتل الشور يعني هم مملوءتين بالنازحين. ويعني تقريبا قبل أذان الفجر يعني كانت كتائب الأسد تقصف هذه هاتين المنطقتين. وصباح اليوم يعني في سجن حمص المركزي السجناء يعني يعلنون إضرابهم عن الطعام ردا على المعاملة السيئة التي يتعرض لهم السجناء، وخاصة يعني منذ 3 أيام عندما توفي أو استشهد سجين جراء التعذيب داخل السجن. يعني الأوضاع سيئة جدا سيدي. نعم. تعاني حمص يعني من وضع سيء جدا، الحصار بسبب يعني هذا الحصار المستمر منذ أكثر من 4 شهور ونصف، حيث يعني تنقص كما نذكر أنا والإعلاميين الزملاء تنقص المواد الغذائية والرئيسية وموارد الطاقة، وخاصة في أحياء حمص القديمة، وتعجز مشافين الميدانية عن مداوات الجرحى. يعني الجرحى لدينا هم مشروع شهيد، لا نستطيع يعني مداواتهم او اسعافهم او اخراجهم يعني نعم. لاجراء عمليات جراحيه. منذ هذا الاسبوع كان اسبوعا شرسا وداميا على مدينه حمص. اليوم هناك ما يقارب 4 شهداء من بينهم احد قواد الكتاب، على ما سمعناه على هوا ما سمعنا هذا الحديث، يدعى بالشاب اياد وهو احد المجاهدين الابطال في الجيش السوري الحر. نعم، هو يعني من منطقة تلبيسي، يعني هو من أيضا يعني هو كان من الإعلاميين، ولو الحمد لله يعني الشهداء يعني موجودون بكثافة بحمص، ولكن القليل يعني هو القليل الموجود في حمص هو الأدوية، لا يوجد أدوية، يعني الأطباء والممرضين موجودين الحمد لله، ولكن لا يوجد دواء، لا يوجد يعني ادوات لاجراء العمليات الجراحيه. يعني باختصار اطفال حمص يعني فقدوا منازلهم، فقدوا مدارسهم، فقدوا الطعام والشراب، فقدوا الدواء والحليب، فقدوا الطفوله. وسوف يعني اقول لكم لماذا اطفال سوريا فقدوا كل
ذلك. نعم استاذ وليد، لان العرب والاسلام فقدوا الضمير والانسانيه، يعني اطفال لم يتجاوز عمرهم 10 سنوات، من سنه الى 10 سنوات، يموتون يوميا في حمص. يعني اليوم يعني مجزره من ال مصر كما ذكرت لك اسماء الشهداء، اطفال يعني لم يتعدوا 10 سنوات سقطوا اليوم في حمص. نعم، كل هذا بسبب الصمت العربي والاسلامي عما يجري في سوريا وتباطؤهم في إيصال الدعم والمواد والأدوية، وليس هو الأمر الأهم هنا، المهم هو تسليح الجيش السوري الحر، وهذا هو المرفوض لديهم، وذلك خوفا على أن يسقط الأسد وأن تسقط الأراضي المحتلة من بين أيدي الصهاينة. نعم، وأريد فقط أن أقول لهؤلاء يعني الذين فقدوا الضمير والإنسانية من العرب والمسلمين، يعني ثورتنا هي صرخة بوجه الظلم، يعني هي كلمة شجاعة ضد الكذب والنفاق، هي يعني دمعة أطفال وشاب وبندقية ومقاومة بوجه الاستعداد والاستبداد من هذا النظام القاتل والترويج والاعتقال والتشريد والتجويع والإهانات. يعني يوميا يتعرض السجناء للإهانات في سجون سوريا، يعني يحاولون، نحاول نحن والشعب مقاومة المجازر ومقاومة الكره والضغينة والحقد، يعني مقاومة الجيش الحر للرصاص ومقاومة الطبيب الثائر، يعني الأطباء الآن يتعرضون يعني كتائب الأسد يعني تحاول الوصول إلى الأطباء لأنهم هم من يعالجون الجرحى ضمن أحياء حمص وأحياء سوريا وكافة المدن السورية. نعم، هناك أيضا في لبنان كما تشاهدون مشاهدين الكرام هذا الخبر على الشاشة، نقل جثث جديدة لعصابات حزب الشيطان عبر الطوافة إلى المستشفى الشمال في منطقة زغرت، وهم تقريبا عددهم ما يقارب 63، هم فطائس على يد الجيش السوري الحر وأبطال الجيش السوري الحر. كل من يفكر في الدخول إلى مدينة حمص أو دخول الأراضي السورية من هؤلاء الخونة سيكون مصيره كذلك. نعم، ما هي رسالتكم أيضا إلى هذه الهدنة والمهلة الجديدة التي قام بها الإبراهيمي، وما مدى تقبل أهالي لها؟ هل هي مرفوضة تماما أم هناك تقبل لها؟ تفضل اشرح لنا. نعم، هي مرفوضة تماما يعني، لكن نحن يعني القرار الأول والأخير هو لقادة الجيش الحر، يعني هو من يقرر، لأنه يعني هو الذي يعلم كيف سيقاتل ولماذا سيقاتل، لكن يعني الشعب يريد لا يريد يعني وقف إطلاق النار، يعني رغم أن أطفال سوريا يعني هم يتعرضون يوميا للتعذيب والقتل، لكن الأمر بيد الجيش الحر، هو يقرر وهو يعني الذي يقرر بأنه سوف يوقف إطلاق النار أو لا. يعني اليوم الأسد كما سمعنا يعني هو رفض شيء. نعم أكيد، لكن نحن سمعنا يعني اليوم عدد كبير من نشطاء مدينة حمص بعد مشاورتهم أن هناك رفض تام لهذه الهدنة، لأن شاهدنا نبيل العربي والجامعة العربية، الروضة أصبحت روضة وليست جامعة، وأيضا الأمم المتحدة كيف تلعب وتتحكم بهذه الثورة، تظن أنها إحدى القرارات التي تتعلق بها أو تخص مصالحها. نعم، نحن من اول يعني من اول يوم طرحت المبادره وخاصه من قبل ايران نحن رفضناها لانها من ايران اولا، وثانيا يعني الكل يعلم من طلب هذه الهدنه او وقف اطلاق النار هو النظام الاسدي، والان يعني عندما علم اننا نرفض، نحن في الداخل النشطاء والجيش الحر نرفض هذه المبادره، الان ومنذ قليل تقريبا 10 دقائق او نصف ساعه يعلن انه لا يريد اطلاق النار، طبعا هو لم يعلنها هكذا بعد ان علم ان الجيش الحر والثوار في الداخل والمدنيين هم الذين رفضوا هذه المبادره. نعم، لكن بعد التطبيق سيكون هناك أمور أخرى، لأن هذا الطاغية يعد إلى مجازر جديدة. أيضا وصلتنا معلومات من السجن المركزي في مدينة حمص أن هناك سيكون مهاجمة من قبل الشبيحة وعصابات طاغية الشام اليوم في قرابة الساعة 5 أو 6 مساء، ورسالة موجهة إلى العالم بأكمله وللجيش السوري الحر من أجل فك الحصار عن المساجين في هذا السجن. ما هي مدى المعلومات التي وصلتنا أخي الكريم؟ نعم، يعني المساجين يعني كما منذ فترة، منذ حوالي شهر أو شهر وأكثر ربما، يعني عندما حاول السجناء يعني حاول مقاومة كتائب الأسد وأفرقة المخابرات الجوية عندما اقتحمت السجن المركزي، يعني تصور سيدي بالحجارة
قاوموا هؤلاء ورضخوا لمطالب السجناء، يعني السجناء احتلوا السجن المركزي، يعني سطح السجن المركزي احتلوه وقاوموه بالحجارة، ورغم ذلك يعني عناصر فرع المخابرات الجوية لم تستطع اقتحامه، مع انهم يملكون يعني الدبابات والرصاص، يعني الحجارة السجناء قاوموا بها، يعني ليعلم العالم اليوم يعني داخل السجن المركزي الشبيحة ولا يعني لا الشبيحة ولا النظام ولا يستطيع الدخول إلى السجن المركزي. الحمد لله السجناء معنوياتهم مرتفعة، واليوم يعني أخبروني من داخل السجن لي قريب داخل السجن أخبرني أنه سوف يعلن اليوم إضراب عن الطعام داخل سجن حمص المركزي. نعم، عموما شكرا جزيلا لك أخي أبو محمد الحمصي على هذه المعلومات التي ذكرتها لنا في وسط الحصار في مدينة حمص العادية حمص الكرمة. السلام عليكم. سلام عليكم.